مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تضغط على زر الاعجاب وتشترك في القناه باش توصل بجديد الاخبار ان شاء الله في خبر عاجل وغير متوقع اعتبرت جريدة الشروق الجزائرية مساء يوم السبت أن المغرب استغل انعقاد الجمع العام العادي والانتخابي الثالث والأربعين للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم الذي جرى الجمعة في الرباط متهمة إياه بأنه المسؤول على تمرير القانون الجديد الذي يمنع البوليساريو من طلب الانضمام للهيئة الأفريقية الكروية وقطع اعضاء الاتحاد الافريقي لكره القدم الطريق امام مناورات الجزائر وجنوب افريقيا من اجل الضغط على رئيس الكاف الجديد لدعم عضويه الجمهوريه الصحراويه المعلنه من طرف واحد والتي لا تعترف بها الامم المتحده في الكاف وصدقت الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي الجمعة بالرباط على قانون يفرض على اي بلد يريد ان يكون عضوا جديدا في الكافة ان يكون عضوا قبل ذلك في الامم المتحدة وبالتالي نهاية حلم البوليساريو وبموجب هذا التعديل اصبحت المادة تنص على ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم مفتوح لجميع الطلبات المقدمه من الاتحادات الوطنيه الافريقيه كممثلين رسميين إدارة كرة القدم في بلد معترف به كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وأوضحت الجريدة الجزائرية أنه على خلفية ذلك قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء يومه السبت توضيحات بشأن النسخة الثالثة والأربعين للجمعية العامة للكافة التي انعقدت بالعاصمة المغربية الرباطة ونقلت المصادر ذات أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي صوت ضد تعديل بعض لوائح الكافة وأيضا ضد التقرير المالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم